السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نأخذ معنا مستمعينا الكرام من اللبادي عامل شيشوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف لاباس عليك؟ الله يسلمك لالا، بارك الله فيك لالا بديعة، مرحبا. عندي لك واحد السؤال. يا لالا مرحبا. بحال مثلا البارح باش بينا نتسحروا. اها. السحر باقي يمكن شي ما فقتش بكري، لقيت فاش هلا فاش لقيت السحر ما فقتش. باش بينا نتسحروا ادينا عين الطالب، صافي هنا داك الشيء ما بقيتش شي حاجة ولا شي حاجة. إيه. ولكن نديت بزاف، قلت واش المغي عدلين الله عليك، انا كاع حطيت الصحر هذيك الساعة، علاش ما صافي درت بلاش وما حطيت الصحر. دابا انت بعد ما اذن المؤذن كليتي شي حاجة؟ لا ما حبيت الماكلة. ما عندكش علاش تندمي الا لالا بديعة؟ ندمتي حيت قديتي هذيك الطبيلة وزوقتيها؟ اه قلت انا علاش العائلة وقيلا عيني، يعني بقات الماكلة في فمي بحال هكا، قلت علاش كاع اللي حطيت هذاك الشيء يكون حبست من الاول وما حطيت والو. اه ماشي مشكلة، هذا الشيء عادي، يعني الانسان بعض المرات كياخذ واحد القرار من بعد كيتبين ليه باللي هذاك القرار لم يكن صائبا، لا حرج، الانسان ما غنرد هذا النهار، ولكن لقيت كنقول مع راسي علاش غتردي النهار؟ انت ما كليتيش اصلا؟ ما كليتش، ولكن بقات الماكلة في فمي، عاود نتشلت فمي. هي صافي، يعني لما شللتي فمك راه ماشي مشكل. انا نوضح هذه المسألة، انا نوضحها. صافي شكرا. بارك الله فيك. شوف، هو الفقهاء عموما اختلفوا في ذلك الشخص الذي كان يأكل فأذن المؤذن لصلاة الصبح، يعني دخل وقت الإمساك. بعض الفقهاء يرون بأن ذلك الشخص إن كان في يده كأس من ماء مثلا، يعني يستدلون بحديث، يعني الحديث يعني رواه أحمد، يقول فلا ينزع حتى يقضي حاجته من ذلك الماء. واضح؟ يعني واخا المود انت ادن ممكن انك تزيد تشرب مزيان. وهذا القول لم يقل به فقهاؤنا. لماذا؟ لان اول الحديث يعني متكلم فيه في ثبوته، هذا اولا. الامر الثاني ان متن هذا الحديث يعارضه اصل كلي. الله تعالى قال وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. لما يؤذن المؤذين راه هذاك يعني بلي الوقت كين، وهذه رسالة يعني طبعا المؤذنين أنهم يردوا البال بلي راه طبعا يعني في مذهب المالك يجوز تعجيل الأذان بحيث أن كلمة لا إله إلا الله تجي مع الوقت تماما، مع دخول وقت. يعني مثلا هو يحسب مثلا الأذن ديالو فيه دقيقة، مثلا يأذن بدقيقة قبل باش كلمة لا إله إلا الله تجي مع الوقت. هذا هو الأفضل والأحوط. نعم، علاش؟ باش ما يوقعش هذاك المشكل ديال أن الناس يعني يكونوا يعني ال 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 يبقاو تياكلوا وهما يعني واحد شويه بيأذن المؤذن، والمؤذن راه ما أذن حتى دازت دقيقه على دخول الوقت، عاد ودن. واضح؟ لان دابا الناس مرتبطين بالاذان. فالافضل كما قلت هو هذا الامر هذا. غير ان فقهاءنا المالكيه يرون بان هذا الحديث طبعا اولا هم يعني لهم في ثبوته كلام لانه لا يصح عندهم، ثانيا يخالف الاصل الكلي وهو أنه إذا دخل الوقت فلا ينبغي للمسلم أن يأكل، هذا وقت إمساك. فالإنسان اللي تيكون تياكل وفمو عامر بالماكلة وفمو الماء، لما كيسمع المؤذن قال الله أكبر يمسك، ما بقي صرت، ويمشي يشل الفم ديالو. وبهذه الطريقة راه غادي يكون يعني اتقى الله تعالى وتحرى يعني الصيام الصحيح. لأن البعض هنا كنلقاوهم او البعض كنشوفوا بعض الناس، بعض الشباب مع الاسف
يعني ممن يعني ابتلوا بهذا الفتاوى ديال المشارقه وغيرهم، كتلقاهم تيقول لك لا سيدي لا انا غادي نفطر واخا سمعت الاذان ديال الصيام انا غادي نزيد 5 دقائق ولا 10 دقائق. واضح، وقد بينا مرارا وتكرارا على ان الاذان الذي يؤذن في المغرب في بلادنا الحبيب هو اذان صحيح على الوقت الصحيح، على الوقت الصحيح، لا من الناحيه الشرعيه ولا حتى من الناحيه الفلكيه، ولا حتى من الناحيه الفلكيه، بل حتى ثبوت الهلال اصلا في المغرب، يعني المغرب بلدنا الحبيب يتحرى ثبوت الهلال بالشكل الصحيح الذي لا يمكن لاحد بعد ذلك ان يجادل فيه او ان يجادل عليه او ان يناقش عليه. نعم، وحتى بالنسبه لهذا الامر ديال توحيد الصيام، لان البعض الان كيتكلم على توحيد المطالع وتيقول لك علاش السوعده والاماراتيين والمصريين والجزائريين صاموا قبل منا حنا بنهار، واش حنا ما كنشوفوش الهلال؟ واش حنا بوحدنا اللي ما غاديش طعدنا هذا الهلال وكاع الناس شافوه؟ تنقول لهم باللي الفقهاء الذين يرون بتوحيد المطالع يرون كذلك اعتبار مطلع المغرب هو المطلع المعتبر في توحيد المطلع. لما كان بغيو نوحدوا الصيام، هادوك الفقهاء اللي كيمشيو تيهضروا الان وتيقول يجب علينا توحيد الصيام في الدول العربيه الاسلاميه، تنقول لهم حنا معاكم سيدي نوحدوا الصيام كلنا نصوموا نهار واحد، ولكن فينا هو المشكل؟ اين هو المطلع المعتبر؟ يلا وافتحوا كتب الفقه وقولوا للناس شنو هو المطلع المعتبر، ولا ما تقدوش تقولوها. راه المطلع المعتبر عند الفقهاء هو مطلع المغرب ماشي مطلع المشرق، لكن مع الاسف مع الاسف ما تيقولوش للناس داكشي اللي كاين، ما تيقدروش، هما مع توحيد الصيام، احنا سيدي مع توحيد الصيام، ولكن فينا ولا مطلع المعتبر؟ قالوا لان اصدق المطالع هو مطلع المغاربه، لانه ولا تشاف المغرب تشاف في البلاد الاسلاميه كلها، ولا تشاف في المشرق ممكن ما يتشافش في البلاد الاخرى. نعم، والله تعالى اعلم واحكم. طبعا هذه مواضيع ان شاء الله تعالى نعود نتناولها ان شاء الله تعالى بشيء من الاسهاب والاطناب. احبابي الكرام تقبلوا التحيات، وفاء فائزي كانت معنا في الاخراج وفي استقبال المكالمات، تقبلوا تحياتي وفائق احترامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.